وبشكل رسمي صدر تطبيق ثريدز المنافس لتطبيق تويتر. تعال خلنا نشرح أهم الأشياء اللي لازم تسويها أول ما تدخل على البرنامج وبعض التفاصيل الخاصة بالبرنامج. مثل ما ذكرت سابقا إن البرنامج منافس لتطبيق تويتر، فأغلب الأشياء اللي موجودة فيه مشابهة لتطبيق تويتر. أول ما تدخل على التطبيق راح تفتح لك هذه الصفحة، راح يطلع لك حسابك عشان تقدر تربطه في هذا التطبيق. اضغط على حسابك، بعدها راح تفتح لك هذه الصفحة. اضغط على مكان الصورة الشخصية، تقدر تضيف صورة من عندك أو تضغط على هذا الخيار وراح يضيف الصورة اللي موجودة في حسابك في الانستغرام. ونفس الشيء في البايو، تضغط على التالي وبعدها راح يطلع لك هذا الخيار، تقدر تختار حسابك عام او خاص. بعدها راح يحولك على هذه الصفحه، وهذه اهم صفحه. من المهم جدا انك تضغط على اضافه الجميع اللي هم نفس متابعينك اللي انضايفهم في الانستغرام، لان هذا راح يساعد في نجاح التطبيق، فمهم انك تضغطه. وبعدها خلاص تضغط على التالي وراح يفتح لك. الحين خلينا نشرح بعض الاشياء حول التطبيق. اول شيء من داخل تطبيق الانستغرام عندك في البايو راح يطلع لك هذا الخيار الخاص بالتطبيق، والعدد الموجود في البايو هو ترتيبك في دخولك للتطبيق هذا على مستوى العالم. يعني بالنسبه لي انا رقم 3000 على مستوى العالم اللي دخل على التطبيق. يعني إذا في شخص طالع عنده رقم واحد بس، معناته هو الأول اللي فتح التطبيق هذا، علشان تفهم الصورة. وتقدر تدخل على حساب أي شخص في الانستغرام ويحولك على حساب الشخص هذا، تقدر تضيفه. أما التطبيق من داخل فهو بشكل كبير مشابه لتطبيق تويتر، لكن في بعض الاختلافات والمميزات، منها أن التغريدة أو الثريدة ما أدري شو اسمها، أنك لما تدخل عليها لو تضغط على سهم المشاركة تقدر ترسلها عندك في ستوري انستغرام وتطلع بشكل رهيب هذا، وتقدر أيضا ترفقها كبوست في الانستغرام. ولو واحد دخل على ستوري وضغط عليها راح يحوله إلى حسابك عشان يقدر يشوفها.